هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم رضوى فيديو بلوجر. النهارده عايزه اكلمكم على الديودرنت، اوكي، وانواعه المختلفه وايه احسن حاجه بالنسبه لي. تمام، ايه اكتر حاجه انا بحبها؟ انا دلوقتي معايا اللي هو اللي عامل كده ده، تمام، وعندي الرول، ومعايا الرول اللي هو بزلين ده، تمام، وبرضو في انواع تانية انا جربتها بس العلبة دلوقتي بتاعتها مش معايا، اللي هي فيبكس والديودرنت اللي هو البخاخ اللي هو بيقعد يترش، تمام. وفي برضو في ناس بتستخدم البيبي باودر كديودرنت، تمام. فانا عايزه اقول لكم ايه احسن حاجه بالنسبه لي الصراحه، وايه العملي، وايه اللي بيظبط اطول فتره ممكنه، وايه اللي انصحكم بيه بصراحه يعني، تمام. طبعا الشابة دي شابة، اوكي، اشتريتها من العطار، هي شابة رول كده وفي نفس الوقت بتنزل يعني كده باودر، اوكي. الشابة دي حلوة، بس امتى بتبقى حلوة؟ حلوة لو كانت في الشتاء، تمام. ليه؟ لان انا لاحظت ان انا لما بحطها وقت الصيف بتبقى مسام البشرة شوية مفتوحة من الحر وكده، تمام، فبتعمل حبوب، فبتسد المسام فبتعمل حبوب، اوكي. فانا بفضل صراحة الشابة دي وقت الشتاء او الوقت الخريف اللي مفيهوش حر كتير، حر وعرق وكده، فيعني حلو انك تستخدمي الشابة. بس غير كده في الصيف صدقوني هطلع لكم حبوب وهتسد المسام تماما، ممكن تعملي الكلاكيع تحت بوطك مثلا. فنصيحة مني بلاش الشابة وقت الصيف، تمام. نيجي للرول. الرول دلوقتي في منه اشكال وانواع كتيره، وفي دلوقتي الوايتنج اللي بيفتح، تمام. انا بالنسبه لي بزلين ده حلو جدا جدا جدا، احلى من ستارفيل واحلى من اسمها مالتكس تقريبا، هسيب لكم البتاع بتاعتها، الصوره بتاعتها. انا جربتهم كلهم بصراحه، جربت بزلين وستارفيل ومالتكس اللي هي الصورة دي، تمام. ده احسن واحد فيهم، ده فعلا هو اغلى واحد فيهم بس احسن واحد فيهم فعلا، كأنك ما كأنك في الشتاء ما بتعرقيش خالص. فبالنسبة لي ده حلو جدا جدا جدا. بس انا بالنسبة لي برضو في اللي احلى اللي هو الشكل ده، تمام، الشكل ده. ليه؟ لان الشكل ده بيعمل طبقة كده زي الفازلين، تمام. بحس ان الطبقة دي بتمنع الاحتكاك اللي هو بيؤدي الى سواد المنطقة، تمام. فانتي لما بتحطي حاجة بتمنع الاحتكاك، مع الوقت المنطقة دي هتفتح لو بطلتي الحاجة اللي بتعمل اسوداد للمنطقة مثلا، لو بطلتيها اللي هو الاحتكاك، بالتالي المنطقة هتفتحها اوريدي، تمام. فانا دايما بحب اجيب النوعية ديت اكتر من النوعية ديت. هو حلو وما بيخليكيش تعرقي وكل حاجة، بس مفهوش المادة اللي هي بتمنع الاحتكاك اللي انا بحبها دايما، اللي انا بحب احطها دايما في عموما على طول، تمام، علشان زي ما قلت لكم ان هي بتمنع الاحتكاك اللي بيؤدي للاسمرار، يعني سبب الرئيسي الاسمرار اي منطقة في جسمك هو الاحتكاك، تمام. جلدك بيحتك ببعضه فبالتالي بيؤدي لاسمرار المنطقة، فانتي عشان تمنعيها تمنعي السواد وتعالجيه تمنعي الاحتكاك تماما، تمام. فانا حاسة ان المادة النوع دوت، اي نوع، مش شرط نيفيا يعني، بس بيبقى شكله كده، بيبقى عامل زي الصابونه، بحيث ان بيمنع الاحتكاك تماما، يعني مهما ايديك احتكت مع بعض كده، يعني جربي كده لو ايديك احتكت تحسي مفيش احتكاك، احتكاك خفيف قوي ما بيأديش للمنطقه تسمر. فده بالنسبه لي احسن نوع. فيبكس او فايبكس، مش عارفه بالظبط النطق ايه، اللي هو بتحطيه لمدة اسبوع، ده حلو جدا جدا في الشتاء. انا بستخدمه بصراحة في الشتاء مع بيبي باودر، تمام. بيبي باودر طبعا 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 اللي هو مش هيمنع عرق، هو هيمنع الاحتكاك وبالتالي هيخلي المنطقة بيضة وشكلها حلو وكل حاجة، بس مش هيمنع عرق، هتعرقي عادي. الشابة لا، الشابة شوية خشنة، اوكي، فهتأدي الاحتكاك عادي، تمام. بس زي ما قلت لكم البيبي باودر والنيفي دوت هما دول اللي بيمنعوا الاحتكاك. فانا في الشتاء عموما بستخدم فيبكس، بحطه فعلا مره واحده في الاسبوع بس. انت في الشتاء بتعرقي على فكره، بس يمكن عشان بتلبسي هدوم كتير فما بتحسيش قوي انك بتعرقي، بس انت بتعرقي عموما، تمام. فانا عشان كده بحب
بحب يعني احط فيبكس ده مرة واحدة في الاسبوع بس، فعلا بيؤدي الغرض وبيقلل العرق، او ما بتحسيش انك بتعرقي. تمام. اما بقى اخر حاجة الاسبراي، ده الاسبراي جربته برضو، بالنسبة لي الاسبراي مش حلو. ليه؟ لانه لو انت لابسة تيشيرت او حاجة اكيد هيخلي لونه ابيض، يعني هيلحوس التيشيرت اللي انت لابساه، او اي حاجه انت لابساها هتتبهدل. تمام. او التوب اللي انت لابساه، كل الحاجات دي هتتبهدل معاكي. تمام. فانا بفضل بصراحه، انا بالنسبه لي بفضل اللي هو دوت، هو اكتر حاجه انا بستخدمها في الصيف وفي الشتاء بس. وفي الشتاء بس، في الشتاء ما بحبش احط بقى كل يوم زي الصيف وكده، فبحط فبستخدم فيبكس او فايبكس مرة واحدة في الاسبوع، وبيبي باودر بقى على طول، علشان زي ما قلت لكم ان هو بيمنع الاحتكاك بس. فهو دوت كان رأيي بالنسبة للديودرنت وايه احسن حاجة انا بحبها. التبييض بالنسبة للحاجات اللي هي ستارفيل وبازلين وكده، النتيجة حلوة بس مش واو. يعني انتي لو سمرة قوي، لا يعني منطقة سمرة يعني ممكن تفتح لك نص درجة، حاجات بسيطة كده، بس مش بتفتح بالتلات اربع درجات، الكلام ده مش صح. حاجة بسيطة. ولازم تبطلي السبب الاساسي للاستمرار اللي هو الاحتكاك. تمام. بس هو ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك للفيديو دوت، وما تنسوش اللايك للفيديو بتاعتي، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.